قصص الشعوب، في قصص الشعوب طرائف لا تنتهي، وعالم حي بهي يسكن في القلوب، في قصص الشعوب. من كل بلاد الدنيا، من كل بقاع الأرض، قصص شتى تروى حتى نعرف أحوال الإنسان، والكل العملاق الأناني حكاية من التراث الإنجليزي. في قديم الزمان وفي قرية من قرى الريف الإنجليزي، كانت هناك حديقة جميلة أطلق عليها حديقة العملاق. هذا هو مالك الحديقة الجميلة، لقد عاد لتوه من رحلة طويلة، وهو الآن في طريقه إلى بيته. لقد كانت رحلة طويلة وشاقة، أشعر بعطش شديد. ترى كم مضى على سفري، لقد غادرت المكان في الشتاء، وكان عمري أنذاك 18 عاماً، أي قبل 30 عاماً من الآن. لقد جد الكثير ورأيت الكثير من الأشياء، ولكن ليتني أعرف لماذا غادرت المكان. لا أعرف لماذا غادرت المكان. مضت 30 عاماً منذ أن غادر صاحب الحديقة المكان، وقد تحولت حديقة العملاق إلى مكان للعب الأولاد ومرحهم. إنها حقا لحديقة جميلة وفسيحة، ليس هنالك أجمل ولا أبهى من هذا المكان للعب، لذا كانت الحديقة دائما ملأى بالأطفال. لقد تعجب العملاق وانزعج كثيرا عندما شاهد مقر سكناه وقد أصبح مكانا للعب الأطفال ومرحهم. هيا ابتعدوا عن هذا المكان، هذه حديقتي ومكان راحتي، هيا ابتعدوا من هنا، قلت ابتعدوا، ابتعدوا جميعا، هيا. ليتني أعرف لماذا غادرت المكان قبل رحلتي الطويلة، لماذا غادرت المكان، لماذا؟ لم يعرف العملاق سبب مغادرته المكان، ولم يستطع أن يتذكر لماذا قام بتلك الرحلة الطويلة عندما كان في سن 18.
واستمر العملاق في طرح السؤال ذاته حتى جاء الشتاء. بالحقيقة إن العملاق قد كبر في السن. متى ينتهي هذا الشتاء يا إلهي؟ لقد كان الشتاء طويلا حقا، من المفروض أن يبدأ فصل الربيع، ولكن هذه المرة يبدو أن الشتاء قد طال حتى أن العملاق بدأ يشعر بالامتعاض. الربيع! يا لها من ظاهرة غريبة، لقد حل الربيع على الوادي منذ فترة طويلة، ولكن الربيع لم يحل على حديقة العملاق المحاطة بسياج مرتفع. الجو بارد، يا له من جو بارد، إنني أتجمد، سوف أموت من هذا البرد. متى ينتهي هذا الشتاء يا إلهي؟ إنني أتجمد، أتجمد، يا له من برد قارس، ماذا أفعل؟ الشتاء طويل. الربيع! يا إلهي، لقد جاء الربيع! سعيد سعيد سعيد، حديقتي بها زهور. إني سعيد، حديقتي بها زهور. جاء الربيع، جاء الربيع. أنتم أيها الأطفال، ألم أقل لكم من قبل لا تأتوا إلى حديقتي أبدا؟ هيا ابتعدوا من هنا، ابتعدوا، قلت لكم ابتعدوا ولا تأتوا إلى هنا ثانية. ماذا حدث؟ كيف حدث ذلك؟ لقد ذهب الربيع. ماذا يستطيع المرء أن يقول؟ حالما غادر الأطفال الحديقة الجميلة حل الشتاء عليها مرة ثانية. كيف حدث ذلك؟ أنت أيها الصبي، لماذا لم تذهب مع بقية الأطفال؟ ها؟ لهذا السبب حدث ما حدث. وأدرك العملاق بأن المكان الذي لا يسمح فيه بدخول الأطفال لا يدخله الربيع أيضا. ثم عمد إلى سور حديقته الجميلة وحطمه تحطيما وسمح للأطفال بالدخول، ومنذ ذلك الحين والربيع لم يغادر الحديقة أبدا. ومرت سنوات وسنوات، وتقدم السن بالعملاق،
ولكنه كان سعيدا، لقد كان دائما محاطا بالربيع والأطفال المرحين. كم أنا مشتاق لرؤية ذلك الطفل الرائع، ولكنه لم يعد ثانية إلينا. ماذا يفعل يا ترى الآن؟ لقد تقدم السن بالعملاق، وها هو يستعد لرحلة نوم لا يقظة بعدها، وفجأة ظهر له الطفل ثانية. أوه، أنت يا عزيزي ثانية؟ أهلا بك يا عزيزي، أنا أشكرك، لقد علمتني يا عزيزي معنى الربيع وطعم الدف. أشكرك من الأعماق، من الأعماق يا عزيزي. هل تذكرت لماذا غادرت الحديقة الجميلة قبل سفرتك؟ نعم نعم تذكرت، لقد كنت وحيدا وعشت وحدة قاسية ومؤلمة. أنا متأسف جدا على ضياع ذلك الوقت الثمين يا عزيزي. نعم صدقني فعلا لقد أدركت ذلك في الوقت المناسب، ولكنك لست الوحيد الذي يعاني من الوحدة. علي بابا والأربعون حرامي، حكاية من التراث العربي. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك مجموعة من اللصوص يبلغ عددهم 40 لصا، كانوا يصولون ويجولون في المدن والصحراء كما يحلو لهم. سرق اللصوص كل شيء بهذه الطريقة وزرعوا الخوف في قلوب الناس. والآن لننتقل إلى موضوع آخر. أوه يا إلهي، لم أجمع سوى هذه الكمية القليلة من الحطب. هذا الشاب اسمه علي بابا، وهو خادم أمين لأخيه قاسم، وقد أتى إلى هنا ليجمع بعض الحطب. ما هذا يا ترى؟ سأختبئ. نادوا بأرقامكم. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 38، 39 وأنا 40. العدد كامل هذا اليوم. صحيح، هذه هي عصابة اللصوص المكونة من 40 حرامي. يا إلهي، هؤلاء هم اللصوص إذن. نعم. افتح يا شمشم. هذا هو المخبأ السري لكنوز وغنائم العصابة، وكلمة السر التي تفتح الباب هي افتح يا سمسم، سأتذكر ذلك. كان اللصوص يخفون غنائمهم في المغارة السرية، ثم يذهبون في غارة جديدة. هيا بنا. افتحوا المغارة الرائعة. حسنا، افتح يا سمسم. يا الباب، يا للروعة. وجد علي بابا أكواما من المجوهرات التي تم جمعها من جميع أنحاء العالم. يهو يهو يهو. أخذ علي بابا بعضا من كنز اللصوص وأصبح غنيا مثل أخيه قاسم، بل أنه أصبح أكثر ثراء منه. علي بابا، علي بابا، أخرج وأخبرني من أين لك هذا المال لتبني قصرا أمام قصري. هيا أخرج. إنه كنز 40 حرامي. ماذا؟ كنز 40 حرامي؟ أسكت، يجب أن لا يعرف أحد بالسر. ولكن أين وجدت هذا الكنز؟ كلا كلا، لن أخبرك، لقد ظللت حتى اليوم تعاملني بقسوة. نعم.
أنا أخوك يا علي بابا، أرجوك سوف ألبي كل طلباتك، ولكن أرجوك أخبرني بمكان ذلك الكنز. هيا يا عزيزي أخبرني. حسنا، في هذه الحالة أريد منك شيئا. أطلب ما تريد يا عزيزي، سأنفذ لك كل شيء. أريد ماذا تريد؟ نقود؟ ها؟ كلا، أريد مرجانة. ماذا؟ مرجانة؟ من هي مرجانة؟ هل أنت ذاهب للعمل؟ أخبرني، هذه السهرة تليق بك. شكرا. هذه هي مرجانة، وهي إحدى خادمات قاسم، أحبها علي بابا كثيرا، وكانت مرجانة تبادله نفس الشعور، فطلب علي بابا من قاسم أن يزوجها له. مرجانة ها؟ فكر قاسم بالأمر، فقد كان يريد الحصول على الكنز بأي شكل. حسنا، أصبحت مرجانة ملكا لك. بارك الله فيك يا أخي. دل علي بابا أخاه على مكان المغارة، فتوجه إليه قاسم في الحال ممتطيا بغلة. ها هو الباب، افتح يا سمسم. هيا الكل وزني لي، سأصبح غنيا ثريا. حاول قاسم أن يحمل أكبر قدر من الكنز على ظهر البغال. افتح يا باب. ها؟ ولكني نسيت كلمة السر، ما هي؟ افتح يا فول، افتح يا سكر. لم يفتح، يا إلهي. افتح يا فلفل، افتح يا عدس، افتح يا ثوم. أخذ قاسم يردد كلمات عديدة، فقد كان في مأزق. افتح أيها الباب أرجوك، أنا لا أتذكر، يا إلهي لا أتذكر أي شيء. افتح يا سمسم. افتح يا سمسم، نعم صحيح، افتح يا سمسم. الله، فتح الباب. نعم. منذ ذلك اليوم اختفى قاسم إلى الأبد، وفي أثناء ذلك عاش علي بابا مع مرجانة في سعادة وهناء، وأخذا يوزعان قطع النقود الذهبية التي أتى بها علي بابا من المغارة على الفقراء والمساكين، إلى أن عرف أحد اللصوص بذلك. من المؤكد أن هذا هو بيت علي بابا لص الكنز. حسنا، سوف تدلنا هذه العلامة على بيته عندما نأتي للهجوم. نعم. وانتبهت مرجانة على الفور للعلامة الموجودة أمام المنزل، وعرفت أن اللصوص سيستدلون بها أثناء هجومهم، وأسرع الأربعون حرامي إلى المدينة لاستعادة ما أخذه علي بابا. ما هذا؟ لقد وجدوا أن هناك علامة على بوابة كل منزل. لن نستطيع معرفة بيت علي بابا، هيا ننسحب بسرعة. وهكذا استطاع علي بابا النجاة من انتقام اللصوص بفضل خطة مرجانة، وبعد عدة أيام تخفى قائد اللصوص في زي تاجر زيت، وأخفى رجاله في البراميل، وحضر إلى المدينة يبحث عن بيت علي بابا. زيت، هيا تقدم واشتري زيتك من هنا. من هو أغنى رجل بالمدينة والذي يمكنه شراء الزيت؟ إنه علي بابا، وهو يسكن في ذلك القصر الكبير. وهكذا استدل اللصوص على بيت علي بابا. لم يفطن علي بابا للخطر المحدق به، فاشترى الزيت كله من التاجر، وأعطاه مالا إضافيا ليقضي به ليلته في المدينة، ووضعت البراميل في ركن من أركان إحدى الغرف.
عندما يبدأ القائد رقصة السيف علينا الانضمام إليه. نعم، ثم نخرج ونقضي على علي بابا. وفي الصالة الواسعة استعد القائد لعرض الرقصة الصينية. يسرني أن أقدم لك رقصة السيف الصينية. تم تم ترى لم تم تم ترى لم تم تم ترى لم تم تم ترى لم تم 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 ترى لم لم تم ترى لم 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 تم. وضعت مرجانة حجرا ثقيلا فوق غطاء كل برميل. لقد تأخروا. حسنا، إن كان الأمر كذلك سوف أقتله بنفسي. ديرلم تم ديرلم تم ديرلم أينه؟ لقد تأخروا. ديرلم تم ديرلم تم. وهكذا وبفضل مرجانة تم القضاء على 40 حرامي، وصار الكنز ملكا لعلي بابا وحده. أما علي بابا ومرجانة. مرجانة، أنا أحبك كثيرا. شكرا. شكرا لك. لقد ظلا على حبهما إلى الأبد. فإن سررتم معنا نأمل أن سنلتقي في حلقة جديدة وقصة مفيدة في حلقة جديدة وقصة مفيدة يسودها الجو النقي. فإن سررتم معنا نأمل أن سنلتقي في حلقة جديدة وقصة مفيدة في حلقة جديدة وقصة مفيدة يسودها الجو النقي.